منافسة النادي الأهلي. الحكام واللاعبين نازلين الملعب. نادي الزمالك لابس فانيلاته البيضة والشورت الأبيض والشراب الأبيض وعلى صدر خطين حمر. ونادي الزمالك الجول بتاعه حسين السيد لابس شراب أبيض وشورت أسود وفانيلا صدر بتاعها أبيض والأجناب رمادي بأسود. أما فريق غزل المحلة فلابسين شراب أبيض وشورت أسود وفانيلا زرقاء، والحارس شراب أسود وشورت أسود وفانيلا صفراء. طبعا باين قوي إن اللون الأبيض كله من تحت لغاية فوق هو نادي الزمالك، لأن الناس عندها تلفزيون أبيض وأسود بس، أما التلفزيون الملون فالألوان موضحة، الزمالك أبيض وغزل المحلة أزرق الفانيلا والشورت أسود. نادي الزمالك النهاردة على قمة الدوري العام وله 47 نقطة وعنده أو له 41 جول وعليه 7 وترتيبه الأول زي ما قلت لحضراتكم، والمحلة ترتيبه الثالث وله 41 نقطة وله 30 جول وعليه 13 جول. لو عملنا مقارنة صغيرة النهاردة ما بين الفرقتين المتباريتين في ماتش النهاردة الزمالك وغزل المحلة، اقدر اقول ايه اوجه الشبه بين الزمالك والمحلة. اقول ان الناديين بيمرنهم في الزمالك عصام بهيج، بيمرن المحلة محمود الشناوي، والاثنين كانوا لعيبة كبار ومن ابناء الناديين. بيضم الفرقتين مجموعة كبيرة عظيمة من اللعيبة الدوليين، خصوصا بعد ما المحلة ارتفع فيها اللاعبين اللي رشحوا للفريق الدولي لخمس افراد. بيضم الفرقتين لعيبة ناشئة صاعدة، يمكن فيهم سمير عوض من غزل المحلة اول مباراة بيلعبها في الدوري الممتاز، ونادي الزمالك طبعا فيه رضا عبد العال وفيه خالد جلال، دول يمكن اصغر اثنين لعيبة في الفرقتين. نص الملعب اللي على ايدك الشمال بالزي الابيض فيه نادي الزمالك، ونص الملعب اللي على ايدك الشمال اللي على ايدك اليمين باللون الازرق فيه نادي غزل المحلة. يمينك غزل المحلة، شمالك نادي الزمالك. نادي الزمالك ابيض، المحلة ازرق، والحكم الدولي محمد حافظ حيأذن ببداية الضربة البداية. بيظبط الساعات وبيشوف الاثنين لاينز مان بتاعه مستعدين معاه، واتلعبت ضربة البداية وكانت من نصيب نادي الزمالك، وعلى طول راحت لأحمد حسن، خدها أحمد رمزي على طول لأيمن يونس، يخطفها سمير عوض ويلعبها طويلة قدام، إنما في زقة فاول على نادي الزمالك. الحكم محمد حافظ بيلعب كوره من مكان حدوث الخطا، وعلى طول لعبه اوفر عكسيه تطلع الكوره او تبره، تبقى ضربه مرمى لنادي الزمالك.
لعب الكوره مش المكان خروجها زي ما حضرتكم شايفين، من ناحية البعيده لا، هي من ناحية القريبه خرجت ولفت وعلى طول حسين السيد، خالد جلال، ابراهيم يوسف، ارضيه على طول رضا عبد العال، لمها حلو لعيب وبينيه يخطفها على طول ناصر التليس، يديها للجول البلعوطي، البلعوطي جول، جلال تطلع الكرة اوت وبرامي التماس للمحلة المحمدي صالح، اداها لمصطفى الزفتاوي على طول في وسط الملعب للمشائي، المشائي لشوقي غريب لسمير عوض، وعلى طول تتقلب لاحمد حسن على الجنب يديها لمحمود المشائي اللي لعبها اوفر جامده طويله تطلع الكوره اوت، ضربه مرمى لنادي الزمالك هيلعبها حسين السيد، اداها ليكن، وعلى طول طويله قدام يجري عليها ايمن يونس، ماشي عن ايمن يونس، ماشي عن ايمن يونس، وبيلعب الكره بعرض الملعب تطلع الكره اوت، ضربه مرمى لنادي غزل المحله، البلعوطي هيعيدها تاني لانها ما خرجتش من منطقه الجزاء، وهيلعبها البلعوطي الجول، وعلى الجنب لعصام محسن للبلعوطي، البلعوطي بيهدي اللعب وبايده على طول يديها لناصر التليس وطويله يكن تتخطف وتروح لرضا عبد العال، رضا عبد العال بيرقص وماشي، وعلى الارض زاحفه طارق يحيى على طول يخطفها شوقي غريب ويلعبها طويله تروح لابراهيم يوسف، ابراهيم يوسف لرضا عبد العال يكن، ابراهيم يوسف يكن، ابراهيم يوسف، ابراهيم يوسف بعرض الملعب جمال عبد الحميد بيهرب من الرقابه، وعلى الجنب لاحمد رمزي، احمد رمزي، ابراهيم يوسف، اسماعيل يوسف اخو ابراهيم يوسف للخلف يكن، طويله اماميه ما بين عصام حسين وطارق يحيى، في فاول على المحله جنب رايه الركن انما احسن من ضربه ركنيه، طارق يحيى هيلعب الفاول، طارق يحيى واوفر حلوه وعلى طول بالدماغ جمال عبد الحميد تطلع الكوره اوت. البرامج الرياضيه في القناه الاولى هتذيع النهارده بعد نشره السادسه عن استعدادات الفرق المشاركه في بطوله الامم الاوروبيه اللي هتبدا ان شاء الله اذاعتها القناه الاولى اعتبارا من بكره الجمعه، ولنا كلام اخر في هذه البطوله لما الكره تطلع بره او لما يقف اللعب، عشان نقول الماتشات اللي هيذاعها التلفزيون حوالي 15 مباراه، اخر استمتاع واخر حلاوه. وعلى طول وشوطه جامده بس بعيده عن الثلاث خشبات تطلع الكوره اوت، شمال البلعوطي، شمال حسين السيد،
ضربة مرمى للزمالك، لعبها حسين السيد، رمزي ماشي، رمزي بعرض الملعب، يكن أرضية، جمال عبد الحميد بعرض الملعب، إسماعيل يوسف، إبراهيم يوسف، إبراهيم يوسف برأسه ماشي، يرجعها لإسماعيل، إسماعيل ماشي وبطن رجله طارق يحيى، ولكن كرة تطلع عاوت، وبرامي تماس للزمالك، هيحدفها طارق يحيى طويلة ما يلحقهاش أيمن يونس، تطلع الكرة أوت، لمسة وهي خارجة صابر عيد، تبقى ضربة ركنية لنادي الزمالك من ناحية الشمال، هيلعبها طارق يحيى الوينج الشمال، وفات من الوقت حوالي 7 دقائق من بداية الشوط الأول، ولا زالت النتيجة التعادل بدون أهداف بين الزمالك وغزل المحلة. وعلى طول بنشوف شوطة جامدة، رضا عبد العال تخبط في ناصر التليس وترد لعصام محسن، ياخدها أيمن يونس ويلعبها عالية طويلة أمامية لطارق يحيى، طارق يحيى وأوفر حلوة، وعلى طول يجري عليها ويمسكها، ولكن تطلع منه أوت البلعوطي في احتكاك في الكرة اللي فاتت دي ما بين صابر عيد وناصر التليس والبلعوطي. الاشتراك زكريا ناصر. لو حضراتكم على 7-8 دقايق اللي فاتوا ونقول ايه رأيك، انا شايف اللعيبة بتاعت الفرقتين الزمالك وغزل المحلة، في لعيبة كتير قوي من 22 داخل ملعب، يمكن 17 لعيب، المهارات عالية وجميلة جدا وسيطرة حاجة حلوة جدا، ولكن للأسف ان هذه المهارة العالية وهذه اللعب الانفرادي الجميل العالي المستوى ما بيستخدمش للعب الجماعي ولا للعمل الخططي. يا سلام لو المهارة دي تستخدم للأداء المجموعة أو للألاء الجماعي زائد العمل الخططي. ضربة المرمى بيلعبها صابر عيد، طويلة، رمزي، اسماعيل يوسف، رمزي بيرقص وطويلة أمامية حلوة قوي قوي يا رمزي قوي، وعلى طول بعرض الملعب يخطفها ناصر التليس من قدام جمال عبد الحميد ويطلع كورة كورنر. يا سلام، حلوة حلوة حلوة، متابعة أوفر حلوة قوي من طارق يحيى ورايحة تمام لجمال عبد الحميد، شطارة من ناصر التليس يخطفها من قدام جمال عبد الحميد. الجمهور اللي موجود في استاد القاهرة لا يتعدى 15,000. طبعا الجو حر وزامت، والله يكون في عون اللعيبة. وتلعب الاوت على طول رمزي حلوة، وبدماغه ابراهيم يوسف تفوت من فوق الخشبة. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، ابراهيم يوسف راجع من الخلف طالع لقدام في الضربة الركنية ولعب كرة بدماغه يا دوبك فوق الخشبة، مفيش اقل من شبر. الكرة مع الزفتاوي راحت للمشائي، خدها ابراهيم يوسف، ابراهيم يوسف مع الكرة على الجنب خالد دلال، وطويلة قدام رضا عبد العال، ورضا عبد العال بيرقص بيموه، وعلى طول يديها الجلال يلعبها اوفر طويلة جامدة لطارق يحيى، طارق يحيى بيموه وبرجله اليمين عكسية يخطفها صابر عيد، وطويلة امامية للمشائي، المشائي وعلى طول لرضا عبد العال يخطفها صابر عيد،
صابر عيد يا احمد حسن، احمد حسن يديها للمشائي، المشائي بعرض الملعب لمصطفى الزفتاوي، واماميه طويله يخطفها رضا عبد العال ويلعبها على الجنب لاسماعيل يوسف. اسماعيل يوسف اطول منه ولكن في فاول، في فاول، ضربة حرة مباشرة للنادي الزمالك خارج منطقة الجزاء بحوالي 5-6 ياردات. الزمالك أكثر هجوما وغزل المحلة أكثر دفاعا وتماسكا في الخلف، وبيعتمد الغزل المحلة على الهجمات المرتدة السريعة باستغلال سرعة وترقيص ومراوغة أحمد حسن. تاني إبراهيم يوسف كان بيشترك في الكرة دي وراجع من منطقة جزاء المحلة إلى مكانه الطبيعي في خط الظهر. طبعا ده مجهود كبير قوي لأنه بيقطع رايح جاي حوالي أكثر من 50 ياردة. البلعوطي ناصر التليس وإنما في فاول، في زقة، فاول على المحلة، في زقة من المحمدي لزكريا ناصف، أحسن من ضربة ركنية زي ما حضراتكم شايفين معايا على الصورة أو على الشاشة الصغيرة. رضا عبد العال هيلعب الفاول. حلوة جمال عبد الحميد، رضا، صابر عيد، أحمد حسن اللي راجع ورا يساعد، شوقي غريب وترقيصة، أحمد حسن، أحمد حسن وعلى الجنب، في أوفسايد من المشائي، ضربة حرة غير مباشرة للزمالك، في لاعب واقع. الحاجة الظريفة اللي أنا شايفها في أداء الفرقتين إن بمجرد ما تروح الكورة من نادي غزل المحلة على طول بلاقي كل لعيب لابس فانيلا زرقاء راح يمسك لعيب من نادي الزمالك لابس فانيلا بيضاء. مش كده بس، وفي لعيبه بتجري بالذات عشان تحرس مفاتيح اللعب لفريق نادي الزمالك. فده معناها ان مجرد الكوره ما بتروح من المحله على طول بينكمش للخلف، وكل لعيب مسؤول عن رقابه لعيب من مفاتيح اللعب لنادي الزمالك بيتمسك علشان يحد من خطورته ومن فاعليته. الحمد لله اوروبا كلها 16 مباراه، مش هيذيع الماتش بتاع اللي على الترتيب او المركز الثالث والرابع، بقيه الماتشات في الدور الاول والدور الثاني والنهائي هيتذاع 15 مباراه، هنستمتع العصر او المغرب او بالليل لمده 15 يوم من 10 ل 25. وطبعا الساده المشاهدين لو سمحهم يقروا جرائد الصباحيه بتاعه كل يوم اعتبارا من بكره علشان يستمتعوا بالمباريات الكبيره والمستوى الكبير، ونشوف بقى اوروبا وكورتها واللياقه والسرعه واللعب الجماعي و و و الى اخره. البلعوطي وطويله على طول سمير عوض، احمد رمزي، ايمن يونس ماشي وبرجله الشمال تخبر في صابر عيد وتطلع الكوره اوت. رامي التماس للزمالك جنب الرايه الركنيه، هيلعبها طارق يحيى وجري عليها رمزي، ورمزي لعبها حلوه. يا سلام يا ولد، يا ولد يا رمزي، يا سلام، لو في توفيق شويه لعبها حلوه قوي 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 بوش رجله الشمال بحته كده من خد الكره من جنبها، انما بقى ضربت في الشبكه من بره وهي قبل ما بتخبط خبطت في جسم باك. الإعادة تانية ايه؟ يا سلام يا سلام يا سلام، وكورنر اتلعبت، وجمال عبد الحميد من فوق الخشبة
يا سلام، في ضغط وفي استفسال من دفاع ووسط نادي المحلة، وفي ضغط وفاعلية أكتر في الخمس دقايق الأخرانيين دول عن الربع ساعة الأولانية. البلعوطي، صابر عيد، وعكسية طويلة لأحمد حسن، أحمد حسن وجلال، أحمد حسن وجلال، تلمس الكرة رضا عبد العال وتروح للمشائي، رمزي على طول، زكريا ناصف اللي راجع لورا، لا لجلال، خالد جلال لرضا عبد العال ليكن، ابراهيم يوسف بعقل وبثقه وبرويه، نادي الزمالك ماسك الكره الحقيقه بتقل قوي قوي قوي، ثقه تمام، وعلى طول وترقيصه حلوه، وهو برضو احمد رمزي اللي طالع لقدام وبيعمل الواجب الهجومي، وعلى طول طارق يحيى يشوط شوطه جامده تخبط في رجلي عصام حسين وتطلع الكوره كورنر. الله، ده ايه الواد احمد رمزي ده، يعني ماشي تمام قوي ما شاء الله، نمسك الخشب، نمسك الخشب. احمد رمزي النهارده باين هو دلوقتي في الخمس ست دقايق الاخرانيين دول باك العصري، العصري يعني بيعمل الواجب الهجومي ولا واجب الدفاع، مش واحد بس، واتلعبت الفاول وعلى طول عليا وبالدماغ، يا نخش الكوره، جول 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 الاول لنادي الزمالك من ايمن يونس، الكوره خبطت في الجول بلعوطي وردت ايمن يونس، خطف الكرة على طول واداها على يمين البلعوطي، الهدف الاول للزمالك احرزه، شوفوا حضراتكم معايا اهو زحمه قد ايه، احرزه ايمن يونس في الدقيقه 22 من الشوط الاول، فات من الوقت حوالي 23 دقيقة من بداية الشوط الأول، وأصبحت النتيجة للزمالك 1 لغزل دمياط، لغزل المحلة لا شيء، واللي جاب الجول أيمن يونس في الدقيقة 22، وعلى طول المشائي، المشائي تروح الكرة لخالد عيد يخطفها منه خالد جلال ويلعبها لزكريا ناصف، يخطفها المشائي وماشي ويلعبها على الجنب لاحمد حسن، واحمد حسن بيرقص وبيموي بجسمه ويلعبها بعرض الملعب، وشوقي غريب بدماغه ضعيفه تطلع الكوره اوت. نادي غزل المحله بيستغل السرعه والمراوغه الفعاله من المشائي واحمد حسن لسحب الفريق والوصول الى المنطقه الخطره لنادي الزمالك، ولكن النهايات ضعيفه لان مفيش تركيز او شوتينج حلو، يعني تسديد حلو. يكن، الكوره مع يكن، حسين السيد، ابراهيم يوسف، احمد رمزي للخلف، حسين السيد، يكن بيهدوا اللعب، نادي الزمالك بيهدي اللعب، حسين السيد، جمال عبد الحميد، جمال عبد الحميد، ابراهيم يوسف، ابراهيم يوسف طويلة امامية لطارق يحيى ما يلحقهاش بعيدة عليه، يروح البلعوطي يمسكها، البلعوطي لصابر عيد، شوقي غريب على الجنب، سمير عوض، طارق يحيى، طارق يحيى بيرقص وماشي ترقيصة حلوة، جمال عبد الحميد، جمال عبد الحميد، اسماعيل يوسف، رضا عبد العال، اسماعيل يوسف تتخطف منه تروح ليكن، مجهود كبير يكن، رضا عبد العال، اسماعيل يوسف،
طويلة لجلال. جلال وبيرقص وترقيصة حلوة وعلى طول بعرض الملعب تخبط الكرة في رجل صابر عيد وللأمام للمشائي. المشائي يديها لسمير عوض. سمير عوض يرجعها ورا لعصام حسن يسيبها للجول البلعوطي. البلعوطي على بايده على طول لعصام حسن ما يلحقهاش تطلع الكرة اوت وبرامي التماس لنادي الزمالك. فات من الوقت حوالي 26 دقيقة من بداية الشوط الاول ولا زالت النتيجة 1 للزمالك لا شيء لغزل المحلة. واللي جاب الجول ايمن يونس في الدقيقة 22 من بداية هذا الشوط. وعلى طول بعرض الملعب يكن وطويلة امامية في فاول على ايمن يونس. شنكلة وعلى طول سمير عوض عصام حسن وعلى الجنب لأحمد حسن. أحمد حسن لسمير عوض يديها لعصام حسن تتاخد منه وتطلع الكورة أوت. رمي التماس للزمالك هيلعبها طارق يحيى. اداها الحكم للمحلة وتحلفت على طول انما في فاول في زقه من اسماعيل يوسف. ولعبها على طول شوقي غريب لصابر عيد. هيعيدها تاني علشان اللعيبه ما كانتش بعيده 10 ياردات. وتلعبت بطن رجل طويله اماميه للمشائي. المشائي يخطفها اسماعيل يوسف ويديها لزكريا ناصف يلعبها طويله ياخدها صابر عيد ويلعبها اماميه زاحفه لاحمد حسن. احمد حسن بيموه بجسمه عاوز يرقص لمحمود المشائي. محمود المشائي للخلف شوقي غريب. شوقي غريب للجنب لمحمود حسن لاحمد حسن ولكن تطلع الكوره اوت وبرامي التماس للزمالك اللي بيلعبها احمد رمزي. اسمع ابراهيم يوسف ايمن يونس. ابراهيم يوسف للخلف يكن. يكن ابراهيم يوسف. جمال عبد الحميد اللي راجع لورا. خالد جلال. جمال عبد الحميد في زقه من مصطفى الزفتاوي. فاول على المحله. الزمالك زي ما حضراتكم شايفين بيلعب كره جميله تمريرات قصيره متنوعه لكن ما بيكسبش وقت ولا بيكسبش ارض. ولكن يمكن الزمالك بيعمل الشغله دي دلوقتي علشان سر وهو عشان يهبط معنويات غزل المحله ويخليها يعني يحصل لها تكاسل او تهاون او استهتار. ودي طبعا حته معنويه ما بيعملهاش الا اللعيبه المعلمين. وشوطه وحشه بعيده اوت هتقبى ضربه مرمى للزمالك هيلعبها حسين السيد الجول. الزمالك مسيطر. الزمالك متحكم ماسك كرة اكتر بيلعب بثقة زائدة وتمريراته سليمة قصيرة دقيقة مع بعض. ولكن لازم يعزز الجول بجول اخر لان الجول زي ما حضراتكم عارفين بيجي في ثواني. فاول على الزمالك من اسماعيل يوسف مع شوقي غريب. هيلعب الفاول صابر عيد عند خط الوسط تقريبا. وعلى الجنب عصام حسن اماميه زحيفه احمد حسن. سمير عوض. سمير عوض وبيرقصه ماشي يخطفها منه ابراهيم يوسف. طارق يحيى على طول زكريا ناصف تطول منه ياخدها ناصر التليس للزفتاوي لناصر التليس تاني. جلال برافو جلال برافو جلال
يقطع كرة من النص صح صح. عنده قدرة على أو حسن توقع لحسين السيد لخالد جلال. خالد جلال إبراهيم يوسف يكن 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 جمال عبد الحميد يكن تطلع الكورة أوت. مجهود كبير قوي من يكن ماشي يمكن أقول لحضراتكم أكتر من 80 متر يعني من منطقة الخلفية خالص دخل جوه الإريا أو المنطقة الجزاء لنادي غزل المحلة. كان لازم من قبل ما هاته خد مع جمال عبد الحميد كان لازم يشوط من بره إريا وكانت له الفرصة كانت موجودة بس هو طمع وعاوز يخش أو عاوز يأكد الشوطة أكتر عشان تبقى جول أكتر. اشترك معاه على طول ناصر التليس وطلعت الكورة أوت. سمير عوض على طول مشائي تروح الكورة لجمال عبد الحميد. جمال عبد الحميد عكسية لخالد جلال. خالد جلال يرقص وماشي بماشي بعرض الملعب رضا عبد العال. احمد رمزي اللي بيلعب دلوقتي زي هباك يمين ولعبها سقطة يا واد ده واد لذيذ قوي احمد رمزي ده لعبها سقطة جميلة قوي لجلال وجلال اوفر عمل ربكة قدام منطقة الجزاء وداخل منطقة الجزاء واخيرا تروح لطارق يحيى اللي بيرقص ورفع اوفر تاني انما في اوفسايد والحكم مشى اللعبة لان الجول مسكها براحة وراحت الكورة لخالد عيد وخالد عيد ماشي ياخدها ابراهيم يوسف يا ولد يا لعيب وعلى طول لشوقي غريب وشوقي غريب بجوز الجزمة طويلة امامية تطلع الكورة اوت. ايه الولد احمد رمزي النهارده ده امسك الخشب ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ده معنى كده بقى يعني بقى في كلام الباك الشمال بقى بتاع مصر ولا ايه. حسين السيد رضا عبد العال حسين السيد حقيقي زي جمهور نادي الزمالك ما بيقول دي مش كورة دي مزيكا. فعلا دي مش كورة دي مزيكا خصوصا من احمد رمزي. حسين السيد خالد ظابر عيد احمد حسن احمد حسن المشائي سمير عوض شوطة جامدة أرضية زاحفة تطلع الكورة أوت جنب القائم اليمين للجول حسين السيد بحوالي يردتين ونص. ضربة مرمى للزمالك هيلعبها حسين السيد الجول. فات حوالي 34 دقيقة من الشوط الأول ولا زالت النتيجة في صالح الزمالك واحد ولا شيء للمحلة. واللي جاب الجول للزمالك أيمن يونس في الدقيقة 22 من بداية الشوط الأول. ناصر التليس صابر عيد الزفتاوي على طول لخالد عيد التليس اللي ماشي من خط الباكات وباشي ولعبها سقطة أمامية يطلع عليها يمسكها حسين السيد الجول لنادي الزمالك يديها لخالد جلال يكن رضا عبد العال خالد جلال يكن تريح حبة تريح إبراهيم يوسف إسماعيل يوسف يكن حبة تهبيط معنويات لنادي غزل المحلة أسلوب من ضمن اساليب لعب برافو. حسين السيد الجول شايف انا لعيب بنادي الزمالك بسخن هنشوف مين ده
وعلى طول اتلعبت كرة طويلة مش لحد، يسيبها صابر عيد للجول البلعوطي. صابر عيد، صابر عيد، شوقي غريب، طويلة أمامية للمشائي، المشائي وجلال، جلال على طول من غير فلسفة يطلع الكورة أوت أمنا وسلامة على المنطقة الخطرة لنادي الزمالك. برافو برافو، مش عيب مش عيب، يلعب السليم الأول وبعدين الحرفنة بعدين. طالع إسماعيل يوسف عشان حاطط ركبة على فخده اليمين ونزل بداله عفت نصار. وعلى طول على الجنب للزفتاوي واوفر حلوه طويله ما يلحقهاش حد من المحله، تطلع الكوره اوت. ضربه مرمى للزمالك هيلعبها حسين السيد. وعلى طول أمامية جمال عبد الحميد، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، وطويلة أمامية أيمن يونس، أيمن يونس على طول ومعاه نصر التليف ولعبها بعرض الملعب، ولكن تروح لشوقي غريب اللي رجع الكرة للخلف للتليس والتليس للجول البلعوطي. البلعوطي وعلى الجنب تروح كرة لخالد عيد اخو صابر عيد. خالد عيد ماشي ورقص وماشي ماشي بعرض الملعب بيعمل مناورة، وعلى طول شوقي غريب، الزفتاوي الزفتاوي، وبينية طويلة في اوفسايد من احمد حسن. ضربة حرة غير مباشرة للزمالك نتيجة تسلل احمد حسن. النهارده المباراة طبعا زي ما حضراتكم عارفين في استاد القاهرة، واستاد القاهرة بقى الملعب زي العروسة، البركة بقى في الناس اللي بيشغلوا على الاستاد هنا، المهندس البحيري وعزمي والجمال والاخوة كلهم الناس اللي بيشتغلوا بايديهم وبيعرقوا. وعلى طول راحت الكورة لعفة نصار وللخلف وشاط جمال عبد الحميد، شاطة جامدة. يا خبر ابيض، الحق يا جدع حوش يا جدع، حلوة 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 حلوة، الله 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 الله، حلوة من جمال عبد الحميد، وفي إعادة تانية اهي، يا سلام لمست الخشبة من فوق، احنا بنسميها الخشبة لأن كان أيامنا خشبة، دلوقتي بقى عصر النايلون فبقت ألمونيا. وطويلة أمامية لسمير عوض، سمير عوض للمشائي، ياخدها يا ولد، ياخدها أحمد رمزي، وأحمد رمزي لطارق يحيى، وأمامية لزكريا ناصف، زكريا ناصف جمال عبد الحميد، جمال عبد الحميد لعبها سقطة، ياخدها صابر عيد وتروح لرضا عبد العال اللي بيشوط برجله الشمال قلشت من على وش رجله لانها جت في صباعه الصغير الشمال وطلعت بعيده عن القائم اليمين للجول البلعوطي اوت. انما في كوره ولما بيبقى في سرعه بيبقى في مفاجاه، وفي سرعه وفي مفاجاه يبقى في جوال. ورجال الامن هنا بقى زي الورد، شباب وايه يعني، الله اكبر. وعلى طول الكوره يا ولد وترقيصة ابراهيم يوسف، ابراهيم يوسف، ابراهيم يوسف، ابراهيم يوسف، وطويلة امامية ايمن يونس يخطفها من قدامه صابر عيد، يديها لاحمد حسن، احمد حسن لشوقي غريب، شوقي غريب بعرض الملعب، يخطفها جلال، جلال ليونس، ولكن يخطفها من انه سمير عوض ويرجعها ورا لصابر عيد. في هدوء وفي دلوقتي بطء في اللعب من جانبين، من الزمالك ومن المحلة. على طول ناصر التليس للجول البلعوطي. خالد عيد، خالد عيد يرقص وماشي، خالد عيد يرقص وماشي، لسه مع الكورة خالد عيد بيدور على حد يديله، وداها بينية انما في اوفسايد من الزفتاوي.
ضربة حرة غير مباشرة لنادي الزمالك نتيجة تسلل مصطفى الزفتاوي. فاضل حوالي 4 دقائق وفات 41 دقيقة من بداية الشوط الأول، ولا زالت النتيجة في صالح الزمالك 1 وغزل المحلة لا شيء، واللي جاب الجول أيمن يونس في الدقيقة 22 من بداية الشوط الأول. اللعب هبط والواجبات اتبعترت، ما بقتش زي الأول بالنسبة للمحلة. الواجبات كانت الأول كل كرة مطروح من المحلة على طول، كل واحد عارف سكته فين ورايح فين وماسك مين. أما دلوقتي بقى فيه شوية تراخي وعدم التزام. رامي التماس للمحلة هيلعبها عصام محسن على طول. ناصر التليس، ناصر التليس، خالد عيد، عصام محسن ما يلحقهاش، يخطفها سمير عوض. رمزي يا ولد وماشي، رمزي لعيب قوي النهارده الواد رمزي ده، لعيب قوي ما بيغلطش يمسك الخشب. جمال عبد الحميد اماميه طويله ليونس في لعبه فرمله وزحلقه، فاول، خد رجليه، فاول على نادي غزل المحله، احسن من ضربه ركنيه زي ما حضراتكم هتشوفوا معايا. طارق يحيى هيلعب الفاول، طارق يحيى وشاط اوفر حلوه على طول بدماغه. جمال عبد الحميد تروح لرضا عبد العال، رضا عبد العال ماشي وبيرقص وبيرقص وعاوز يشوط وشاط، يمسكها البلعوطي من هنا من استاد القاهره. ومعايا واقول لفايز الزمر ألف سلامة وألف مليون سلامة له من موقعه هنا في استاد القاهرة. ومعايا كل محبي وعشاق الرياضة وفايز الزمر، ونتمنى له الشفاء العاجل ويروح للقناة التانية ويدير البرامج الرياضية فيها. ألف سلامة يا كابتن فايز. يكن أيمن يونس، رضا عبد العال، عفت نصار، زكريا ناصف، زكريا ناصف وهات وخد، وبعرض الملعب ولكن في اوفسايد على الزمالك، ضربه حره غير مباشره لنادي غزل المحله نتيجه تسلل رضا عبد العال، واللي هيلعبها صابر عيد على طول اماميه. احمد حسن اداها لطارق يحيى، طارق يحيى لايمن يونس، احمد رمزي، يكن احمد رمزي يرجع الكوره ورا بمعلمه لحسين السيد. ابراهيم يوسف هدوءا، فاضل دقيقه هدوءا، وهات وخد ما بين جمال عبد الحميد واللعيب الكبير ابراهيم يوسف. حسين السيد الجول، يكن واماميه على طول تطلع الكوره اوت. رامي التماس للمحله واللي هيلعبها عصام محسن. خالد عيد، خالد عيد، خالد عيد، احمد حسن على طول، سمير عوض يخطفها، برافو، يكن وطويله اماميه مش لحد. على ساعتي انا الوقت الاصلي خلص، والحكم الدولي محمد حافظ بيلعب في الوقت بدل الضائع، قد ايه معرفش. وصفر الحكم الدولي محمد حافظ
بانتهاء الشوط الاول، والنتيجة لصالح الزمالك 1 والمحلة لا شيء، واللي جاب الجول ايمن يونس في الدقيقة 22 من الاول. سيداتي انساتي سادتي، نعود الى استوديوهاتنا بالقاهرة، ولنا عودة مرة ثانية لاستاد القاهرة للتعليق على الشوط الثاني. مع الشكر والى اللقاء. اللعيبة اللي لابسة فانيلا زرقاء وشورت اسود لعيبة نادي غزل المحلة. بيمثل الزمالك في الشوط الثاني جول حسين السيد، والاربع باكات لنادي الزمالك من اليمين للشمال خالد جلال، هشام يكن، ابراهيم يوسف، احمد رمزي. وثلاثي وسط الزمالك من ثلاثة من اليمين للشمال رضا عبد العال، عفت نصار، ايمن يونس. وثلاثي هجوم نادي الزمالك من اليمين للشمال زكريا ناصف، جمال عبد الحميد، طارق احيا. اما فريق غزل المحله فبيمثلوا النهارده جول في الشوط الثاني زكي عبد الفتاح، والاربع باكات للمحله من اليمين للشمال عصام محيسن، صابر عيد، ناصر التليس، المحمدي صالح. وخط الوسط من ثلاثه للمحله من اليمين للشمال سمير عوض، شوقي غريب، الزفتاوي. اما خط هجوم المحله فمن ثلاثه من اليمين للشمال احمد حسن، محمود المشائي، خالد عيد. بيحكم ماتش النهارده الطاقم الدولي المصري محمد حافظ، وبيعاون لمراقبه الخطوط يحيى البربري ومحمد محي الدين. فات من بدايه الشوط الثاني دقيقتين، ولا زالت النتيجة لصالح نادي الزمالك 1 والمحلة لا شيء، واللي جاب الجول في الشوط الأولاني في الدقيقة 22 الكابتن أيمن يونس. وكرة دلوقتي مع سمير عوض، على الجنب عصام محيسن، شوقي غريب، تخبط في رجل أحمد رمزي وتطلع الكورة أوت. رمي التماس للمحلة بيحدف الأوت، شوقي غريب يرجعها للخلف لناصر التليس، لصابر عيد، صابر عيد لناصر التليس تاني، شوقي غريب، ناصر التليس وترقيصة، وعلى طول تروح لطارق إحيا. طارق إحيا ماشي، طارق إحيا ولعبها طويلة أمامية لعفة نصار، ما يلحقهاش وتطلع الكورة أوت، إنما لمست رجل. سمير عوض وتطلع الكرة اوت، وهيحدف الاوت. عفت نصار، جمال عبد الحميد، تروح الكرة لشوقي غريب، شوقي غريب للمشائي، والمشائي ماشي وماشي المشائي ويكن، وتطلع الكرة اوت. ضربة مرمى لنادي الزمالك، واللي هيلعبها حسين السيد الجول. حسين السيد، ابراهيم يوسف، وزي ما حضراتكم عارفين اسماعيل يونس يوسف اخو ابراهيم خرج في الشوط الاول عشان في شد خفيف كده، ان شاء الله سليمه. خالد جلال، طارق احيا، ابراهيم يوسف، حسين السيد، صابر عيد، احمد حسن، عفت نصار وترقيصه وماشي وماشي، عفت نصار ماشي وهات وخد وتطول الكوره، ولكن يخطفها عصام محيسن ويديها للجول زكي عبد الفتاح اللي بايده طويله للمشائي، والمشائي للخلف خفيف كده لسمير عوض اللي اصغر لعيب في المحلة واول ماتش يلعب فيه دوري ممتاز اول مرة، طبعا حاجة مسؤولية كبيرة. الجو حر وفي زمتة، ومعذورين اللعيبة علشان ما بتقدمش المجهود اللازم. والكرة مع ابراهيم يوسف وماشي على طول، رضا عبد العال، جمال عبد الحميد،
رضا عبد العال، هات وخد حلوه اللي فاتت دي. رضا عبد العال بيموه بيرقص بيموه اتزنق، تطلع الكوره اوت، ضربه مرمى لغزل المحله، واللي هيلعبها الجول زكي عبد الفتاح اللي نزل الشوط الثاني بس. شوقي غريب، المحمدي صالح، المحمدي صالح، احمد حسن وبيرقص وماشي. فاول 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 على نادي الزمالك، في شنكله لاحمد حسن. واتلعبت على طول لاحمد حسن تاني وماشي لجوه، واداها للزفتاوي، والزفتاوي تتاخد منه وتطول على طول لعفت نصار. عفت نصار يديها لجمال عبد الحميد اللي واقف اوفسايد. اوفسايد، الصفارة متأخرة شوية، الصفارة متأخرة معلش، بس كان جمال عبد الحميد لسه ما وصلش للجول، يا دوبك بره الاريا يمكن بسبع ثمان عشر خرطات. برضه لحقها محمد حافظ، وعلى طول على الجنب المحمدي صالح وماشي. المشائي، المحمدي صالح، ناصر التليس، شوقي غريب، خالد جلال، وفي فاول، تطلع الكوره اوت، انما في فاول قبل الاوت. فات من الوقت سبع دقائق من بدايه الشوط الثاني، ولا زالت النتيجه لصالح الزمالك واحد ولا شيء لغزل المحله. واللي جاب الجول ايمن يونس في الدقيقه 22 من الشوط الاول. حبايبي الحلوين، لعيبة الاشبال والناشئين والاطفال اللي بيروحوا الانديه عشان الاختبارات، بقول لهم ايه حبايبي الحلوين دول؟ كل انديه الجمهوريه في شهر يونيو ده بعد الامتحانات ما عدا الثانويه العامه بيروحوا يختبروا، اللي هم الناس اللي على طول من سن فوق، اللي اتولدوا اكتر من سنه 71 لغايه 88. الناس دي بتروح للانديه عشان يتعمل لها اختبارات. اللعيب او الشبل الصغير او الناشئ الصغير ما يخافش، يدي في نفسه ثقه ويلم نفسه مع حبايبه في الحته او في المنطقه او في الشارع اللي هو فيه، ويروح النادي اللي بيحبه. وهتقل كلمه تاني، النادي اللي بيحبه، لان اللعيب لما بيحب النادي بيخلص له وما بيسيبوش لغايه لما بيبطل. وبعدين نكمل على حبايبنا الحلوين، وطلعت حلوه يا فاتت اوت جنب الخشبه، ملعوبه اوفر حلوه، دفاع نادي الزمالك ناطت فوق تمام، مشيت الكره بسلامه وامان امام الجول بتاع نادي الزمالك، وراحت الكره كورنر من ناحيه اليمين، واللي هيلعبها شوقي غريب. شوقي غريب برجله اليمين وعلى الارض على طول، اداها لعصام حسين، وشوطه وحشه ضعيفه، ولكن يشارك فيها حسين السيد ويمسكها، انما الحكم صفر، لازم في حد التحم مع الجول وحسب الكوره فاول. الجول طبعا داخل منطقة المرمى ومنطقة الجزاء، له حمايات نص عليها القانون واللعيبة عارفاها والحكام أكتر. حسين السيد، حسين السيد، عالية طويلة، أحمد حسن، تطلع الكورة أوت، رمي تماس للزمالك على طول مع جلاء خالد جلال، يكن ويكن بعقل ارضيه زاحفه طويله للجول حسين السيد اللي بايده. الماتش بمنتهى الامانه والصراحه، اول ربع ساعه كان في كوره من جهتين، وفي حاجه متقاله من المدربين بينفذها الفرقتين. بعد ما جه جول نادي الزمالك اصبح اللعب يعني مش هو كما كانت الواجبات بتتادى تمام، ولا التحركات ولا بيان اللعيبه لبعضها او ظهورهم لبعضهم او الاداء
المهاري او الاداء الجماعي اتغير تماما بعد الجول اللي جابه الزمالك. الناس عاوزه تستمتع والناس هتفت بدل المره 4 ساعه الكره الحلوه ما اتلعبت، وانا اول واحد عاوز اشوف كره حلوه عشان اتكلم حلو. اوفسايد، ضربه حره غير مباشره لنادي الزمالك، هيلعبها ابراهيم يوسف على طول لجلال. ابراهيم يوسف، رضا عبد العال، ابراهيم يوسف، يكن وطويلة أمامية، أيمن يونس وبوز الجزمة، تطلع الكورة أوت من سمير عوض، وبيرفع إيده سمير عوض قال يعني جمال عبد الحميد ولا طارق يحيى هو اللي مطلعها ولا أيمن يونس، محدش من ده هو اللي عاملها، بوز الجزمة وخارجة وبيرفع إيده، مش عارف أنا بيرفع إيده على إيه. طارق يحيى هيلعب الضربة الركنية، أوفر حلوة وعلى طول زكي عبد الفتاح يلعبها للخارج منطقة الجزاء، وفي المحمدي صالح مع خالد جلال، خالد جلال وتطلع الكورة اوت، وعلى طول اتلعبت طويلة للمشائي شوقي غريب، وماشي شوقي غريب، وبينية طويلة في اوفسايد احمد حسن، اوفسايد احمد حسن، ولو ده في الجول لازم يديله انذار، لازم يديله انذار. اداله انذار، برافو، 10/10، هو كده يا عيني، يا عيني على الصح لما يتعمل، يا عيني على الصح، هو اللي بيمشي. برافو محمد حافظ، برافو. الراجل مصفر له بقاله مثلا يجي 5 6 ثواني صفاره واثنين وثلاثه، وبرضه ماشي يجي 30 40 متر، وبعدين يلعبها كده، مش عاوز اقول في الجول، والجول سابه بقى يلعبها. فطبعا الحكم له الحق تماما، لان ده بقى بيضيع الوقت وبيثبط الهمم. على طول عفت نصار، احمد رمزي، احمد رمزي، يلا يا رمزي، يلا يا رمزي، عايزين نشوف حاجه زي الهاف تايم الاولاني، يلا يا رمزي، يلا يا رمزي، ما مشيتش معاه. شوقي، شوقي لناصر التليس، عفت نصار، عبد العال، رضا عبد العال، وطويلة في اوفسايد زكريا ناصف، اوفسايد انما في فاول، بس الاوفسايد كانت قبل الفاول، فات من الوقت حوالي 13 دقيقة من بداية الشوط الثاني، ولا زالت النتيجة في صالح الزمالك 1، وغزل المحلة لا شيء. الكرة بتتنقل مرة واثنين انما على بطء، والمحلة بمجرد ما بتفقد الكرة بتنكمش لنص ملعبها، ولكن بتنكمش لنص ملعبها مش زي التلت ساعة الاولاني مع بداية الشوط الاول. اول الكرة ما بتروح منهم وتروح للعيبة نادي الزمالك، كل لعيب بيمسك اللعيب المكلف فيه، اما بعد الجول بتاع نادي الزمالك فدلوقتي اللعيبة ما بتأديش الواجبات بتاعة المراكز كما ألقيت عليها او كما تم التلقين لها قبل المباراة. لو نادي الزمالك يلعب بجدية شوية، بسرعة شوية، ومن لمسة واحدة هنشوف كورة كبيرة قوي 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 قوي، وبعدين تيجي جوال، وبعدين الجمهور يستمتع، لأن المحلة شكلها وأدائها يعني عاوز يعني يخرج كده بعزة وبكرامة، مفيش سكور كبير يعني. إبراهيم يوسف، رضا عبد العال، عفت نصار، عفت نصار، والكرة ساقطة على طول. عصام حسين تروح
للزفتاوي، الزفتاوي لشوقي غريب، للزفتاوي للمشائي. البشوط من الكرة من بعيد قوي، من حوالي يمكن 40 ياردة، بعيد بعيدة قوي، لازم تبقى جامدة وعالية فوق علشان تروح على المقص ولا بتاع، عشان الجول ما يقدرش يمسكها، إنما أرضية زاحفة من 40 ياردة كتير قوي. وترقيصة من عفة نصار تطول منه، ياخدها ناصر التليس، وفي وقوع وفي فاول على الزمالك. الزفتاوي وطويلة أمامية لخالد عيد، تطول منه، تروح الكرة لحسين السيد بإيده على الجنب لرضا عبد العال. رضا عبد العال لجمال عبد الحميد، تطول منه، ياخدها ناصر التليس ويرجعها للجول زكي عبد الفتاح. زكي عبد الفتاح للتليس، التليس للزفتاوي، الزفتاوي على الجنب لعصام حسين، لناصر التليس، لخالد عيد، خالد عيد للزفتاوي تاني، ولكن طويلة يخطفها سمير عوض، سمير عوض للمحمدي صالح، المحمدي صالح يرقص وماشي وبيرقص وعاوز يشوط في الجول، وشاط في الجول، شوطة جامدة تطلع الكورة اوت. ضربة مرمى لنادي الزمالك، واللي هيلعبها حسين السيد. الهجمات المرتدة لنادي غزل المحلة تعتبر خطيرة. الحكم الدولي محمد حافظ بيدي ارشادات او تعليمات لحسين السيد جول نادي الزمالك. حسين السيد سابها ليكن، حسين السيد لعفة نصار، لحسين السيد، وطويلة عالية على طول المحمدي صالح، المشائي، تروح كورة الزفتاوي، ترقيصة تروح لرضا عبد العال، جمال عبد الحميد لرضا عبد العال اللي ماشي، رضا عبد العال، وأرضية حلوة لزكريا يخطفها من قدامه صابر عيد، صابر عيد لشوقي غريب، شوقي غريب وأيمن يونس، شوقي غريب لخالد عيد، خالد عيد ويرجعها ورا لمحمدي صالح، المحمدي صالح ماشي، وأمامية تروح الكرة للمشائي يخطفها منه عفة نصار ويديها طويلة، ولكن صابر عيد يلحقها لأيمن يونس، طارق يحيى، طارق يحيى، طارق يحيى، وترقيصة، وترقيصة تانية، ولكن ياخدها صابر عيد ويديها لعصام حسين، عصام حسين لسمير عوض، سمير عوض لشوقي غريب، شوقي غريب لناصر التليس اللي لعبها طويلة أمامية بعيدة خالص ما يلحقهاش المشائي، ويمسكها حسين السيد جول نادي الزمالك. دلوقتي الهجمات بقت فردية، مش طالعة منتظمة هنا وهناك، لا، هجمات فردية بكرات طويلة أمامية عالية أو على الأجناب عكسية، نظام إنجليزي. على طول ناصر التليس، الزفتاوي، زكي عبد الفتاح الجول، المحمدي صالح، ناصر التليس، الزفتاوي، ناصر التليس، المحمدي صالح، الزفتاوي، أمامية طويلة مش لحد، تطلع الكورة أوت. رمي تماس للزمالك، هيلعبها خالد جلال الباكي اليمين، طويلة لرضا عبد العال، رضا عبد العال بيهدي اللعب وماشي، أسرع بكرة وترقيصة حلوة وماشي، وترقيصة حلوة تانية، برافو يا ولد، وماشي، يلا ماشي، اتلعبت مع عرض الملعب، طارق يحيى بصدره، تطول شوية وتعلى لفوق، مش لاقي حد، يونس لأحمد حسن، أحمد حسن لعصام حسين، عصام حسين لأيمن، أيمن
يونس، ايمن يونس، زكريا ناصف، وطارق يحيى، ولكن يخطفها صابر عيد ويرجعها للجول زكي عبد الفتاح. برافو يا صابر، مخطوفه كويس من قدام طارق يحيى. بعرض الملعب عصام حيسن، ماشي عصام حيسن، عصام حيسن، احمد حسن، احمد حسن، عصام حيسن، عصام حيسن بيلعب الكوره عكسيه انما تخبط في رجله احمد رمزي وتطلع الكوره اوت، وبرامي التماس للمحله بيلعبها عصام حيسن على طول. شوقي، عصام حيسن، اوفر طويله طويله، ياخدها يكن، يكن يسيبها للزفتاوي، والزفتاوي يلعبها سقطه على طول احمد رمزي. برافو يا رمزي، وماشي في ترقيصه وتقع الكوره في فاول، فاول على الزمالك من ايمن يونس. هيلعب بالفاول ناصر التليس، ناصر التليس، ولعب كرة اوفر طويلة على طول حسين السيد، انما في فاول داخل مشترك معاه المشائي، فاول على المحلة. شايف انا لعيب بيسخن من نادي الزمالك هشام ابراهيم، هنشوف هيلعب بدل مين، يمكن الكابتن عصام بهيج بيغير، لان الحر بدون شك له تأثير كبير قوي 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 على اداء اللعيبة. زكريا ناصف، الزفتاوي، رمزي، طارق يحيى، طويلة أمامية، تنظيف منطقة، تروح لإبراهيم يوسف يسيبها للجول حسين السيد. يكن، ماشي يكن، جمال عبد الحميد، جمال عبد الحميد، عفت نصار تروح منه وياخدها التليس ويلعبها طويله اماميه، رمزي تطول تروح للجول حسين السيد داخل منطقه الجزاء ويمسك الكوره. برافو يا حسين، تصرف سريع وحسن توقع، برافو يا حسين، الجول نادي الزمالك. ابراهيم يوسف، ابراهيم يوسف، عفت نصار، خالد جلال، عفت نصار، وهات وخد ما تروحش لحد. ابراهيم يوسف، ابراهيم يوسف، خالد جلال، خالد جلال لعفت نصار، عفت نصار ليكن، يكن لجمال عبد الحميد، جمال عبد الحميد يرجعها ورا ضعيفه، ياخدها شوقي خلف، شوقي، شوقي غريب، وشوقي غريب يلعبها على الجنب يديها لسمير عوض، سمير عوض ماشي، سمير عوض ماشي على طول ويلعبها عكسيه طويله لاحمد حسن في الوينج اليمين، احمد حسن وبيلعبها بارض الملعب ويلمسها المشائي ولكن كانت ضعيفه، يطلع يمسكها حسين السيد. كانت لعبه خطيره اللي فاتت دي قوي 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 قوي، لعبه خطيره صحيح، ولعبه عكسيه من طارق يحيى حلوه، ياخدها رضا عبد العال، رضا عبد العال لزكريا ناصف، زكريا ناصف، عاوزين نشوف الكرة دي ايه، في زقة فاول ولا في كورنر ولا في اوت، في تغيير، هشام ابراهيم هنشوف هيلعب بدل مين، وفي لعيب من نادي الزمالك ان شاء الله سليمة واقع في الارض، هنشوف هو مين، ولعيب بيسخن هشام ابراهيم نمرة خمسة. الوقت عندي فات حوالي 24 دقيقة من الشوط الثاني، ولا زالت النتيجة في صالح الزمالك 1، اللي جابه أيمن يونس في دقيقة 22 من الشوط الأول، والمحلة لا شيء. هل هشام يكن هو اللي في نص الملعب قاعد ولا في غيره؟ إن شاء الله سليمة من اللعيبة كويسين والركيزة من ركائز نادي الزمالك والمنتخب القومي، وطبعا والده بقى له يعني عاوز ملحمه.
يكن حسين ابو هشام يكن ده ملحمة في الكرة المصرية. قام بالسلامة الحمد لله تمام. وهنشوف هتتلعب الضربة الركنية من ناحية اليمين، هيلعبها رضا عبد العال. هنشوف هيلعبها اوفر ازاي ولا ارضيه. اللاين مان بيرجع الكره برجله، هو اللعيب اللي يرجع الكره مش اللاين مان. وتعبت الكره اوفر حلوه، وعلى طول طلع زكي عبد الفتاح مسكها من فوق جمال عبد الحميد من فوق راسه. برافو زكي عبد الفتاح. وعلى الجنب اداها لعصام حسن، وماشي عصام حسن احمد حسن عصام حسن بعرض الملعب الزفتاوي. في الجنب البعيد المحمدي صالح الباك الشمال، اماميه للمشائي. المشائي هتاخد وتتلعب بعرض الملعب. ابراهيم يوسف، برافو يا ابراهيم. تروح الكوره رضا عبد العال، طارق يحيى يخش عليها عصام حسن ويطلع الكوره اوت. رمي التماس الزمالك يلعبها احمد رمزي. احمد رمزي في الشوط الاول كان 10 على 10، اما في الشوط ده بقى ماليش كلام، هو بقى اللي يقول. يكن ابراهيم يوسف طويله اماميه، على طول ناصر التليس، شوقي الزفتاوي، على الجنب المحمدي صالح، طويلة أمامية لشوقي غريب، وترقيصة من المشائي تروح لإبراهيم يوسف لرضا عبد العال. ورضا عبد العال زاحفة طويلة أمامية جمال عبد الحميد، ولكن في فاول على المحلة، فاول على المحلة. وشايف انا لعيب من المحله بيسخن احمد رجب. هنشوف هيلعب بدل مين. وعلى طول طارق يحيى ورفع كوره اوفر حلوه، ما لقيتش ولا لعيب من الزمالك. وعلى طول المحمدي صالح يقلبها نص الملعب لشوقي غريب اللي بيقف على صدر وحشه وتطول منه، ويرجعها للخلف للزفتاوي. الزفتاوي ماشي، فرق كبير بين الشوط الاول والشوط الثاني من كله، من كل معاني ومن كل فنون كرة القدم، فرديا وجماعيا وخططيا وكل حد. حسين السيد، حسين السيد على الجنب، خالد جلال، ابراهيم يوسف، تهدئة، لعب على المهل. حسين السيد التليس، خالد عيد، فاول وعلى طول اتلعبت أمامية، فاول. في تغيير، هنشوف 11 احمد رجب، حداشر بدل مين. نرجع تاني عقبال ما يبتدي اللعب تاني. ارجع واقول للاولاد حبايبي الحلوين اللي بيحبوا الكوره واللي بيعشقوا الكوره واللي بيلعبوها في المدرسه واللي بيلعبوها في مدخل البيت واللي بيلعبوها في جنينه البيت واللي بيلعبوها في الشارع بعيد عن المرور، واللي 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 كل دول نمره واحد، لازم تكون لعبت الكوره مده
أربع خمس سنين في المدرسة وفي الشارع وفي البيت وفوق السطوح وإلى آخره إلى آخره. وبعدين ما تروحش النادي إلا القريب من بيتك، قريب من سكنك، وبرضا الوالدين أو ولي الأمر. ويا سلام لو أنت رايح النادي اللي أنت بتحبه ومعاك الشلة بتاعتك في الحتة أو الحارة أو الشارع أو المنطقة، علشان بتونسوا بعض رايحين وراجعين، بتتمرنوا هتقبوا لعيبة كبار، هتقبوا أصحاب لغاية العمر الطويل. لازم تستعد للاختبارات، الاختبارات عديدة، في اختبارات طبية وفي اختبارات شخصية وفي اختبارات فنية وفي اختبارات قوامية. كل دي بعض الأندية بتعملها، والأندية الكبيرة الغنية الأهلي والزمالك، أما الباقي بقى كل سنة وانت طيب، مفيش كلام من ده، في تقسيمة وكلمتين مهارة ومع السلامة. برضو لازم تستعد، وفي حاجات نفسية وفي تقسيمة كبيرة وفي 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 كل ده استعد وروح، لأن هو شهر يونيو ده شهر الاختبارات لحبايبي الحلوين. وإن شاء الله يا رب كده ربنا يديني طول العمر وازع لكم انتوا لعيبة كبار. خرج أيمن يونس من الملعب، نزل هشام إبراهيم، بدل أحمد رجب من المحلة، بدل سمير عوض اللي هو أول ماتش كان بيلعبه درجة أولى أو دوري ممتاز. وهشام إبراهيم نزل بدل أيمن يونس. وماشي الزفتاوي واتخطفت منه وراحت لجمال عبد الحميد اللي بعقل طارق يحيى. جمال عبد الحميد وماشي جمال عبد الحميد وده على جنب لزكريا ناصر، وزكريا ناصر عايز يشوط في الجول وشاط في الجول، شوطه ضعيفه يمسكها زكي عبد الفتاح. فات حوالي 33 دقيقه من بدايه الشوط الثاني، ولا زالت النتيجه لصالح الزمالك 1 وغزل المحله لا شيء. وعلى الجنب لأحمد حسن، أحمد حسن اللي بيتحرك من الوينج اليمين للوينج الشمال، ومهاراته عالية جدا في المراوغة والسيطرة والتحكم، وفعلا من اللعيبة الخطرين لأي مدافع، لأنه بيموه بجسمه جميل قوي ودايما بيفوت من اللاعب المنافس له على الرجل الثابتة. طبعا الكلام اللي بنقوله ده ما بيعرفوش إلا الناس اللي بتشتغل في الكرة أو اللعيبة نفسها. وتلعبت اوفر حلوه وعلى طول براس، يا فرصه كبيره قوي 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 ذهبيه لا تعوض، ومحدش من دفاع نادي الزمالك اشترك مع صابر عيد وحشها حسين السيد. برافو يا حسين، برافو برافو برافو، انقذ جول 100% في الدقيقه 34 من الشوط الثاني. يا خبر ابيض، حسين السعيد وطويلة أمامية على طول بدماغه ناصر التليس، صابر عيد تروح للجول حسين السعيد. على الجنب لرضا عبد العال، يكن يكن على طول ياخدها المحمدي صالح، المحمدي صالح خالد عيد، وخالد عيد عكسية الفريق المحلة بيلعب دلوقتي بالطريقة الإنجليزية كيك اند رش، يعني اضرب الكورة ويجري وراها، والباسات الطويلة السائطة داخل منطقة الجزاء أو على الأجناب للوينجين. جمال عبد الحميد، جمال عبد الحميد، عفت نصار، عفت نصار بيرقص كتير، وعكسية طويلة تروح لرضا عبد العال
رضا عبد العال لخالد جلال، وخالد جلال يلعب كرة اوفر حلوة قوي طارق يحيى، وطارق يحيى بعرض الملعب يخطفها ناصر التليس، تروح لرضا عبد العال اللي بيرقص وبيموي بجسمه، برضو المهارات بتاعته عالية قوي، بس الشطارة دي المهارات دي تخدم اللعب الجماعي والاداء الخططي. المشائي فاول، وعلى طول الكرة لازم تتلعب من مكان الخطأ، وهيلعبها عصام محيسن، اداها لخالد عيد، خالد عيد لشوقي غريب، شوقي غريب برافو خالد جلال، في فاول على المحلة، في ظهر تقلص في عضلة سمانة الرجل لاعيب نادي الزمالك، يمكن يكون المشارك في اللعبة دي رضا عبد العال. طبعا السنة الجاية الدوري العام الجديد موسم 88-89 في تغيير شوية، مش في عدد الأندية ولا مجموعتين، وأنا شخصيا لا أميل للمجموعتين، ما بفرضش الرأي ولا حاجة، ما خلاص القرار طلعت، إنما المجموعات اللي هي تتلعب على مجموعتين الكورة أو أكتر من مجموعتين، هقول فيها يعني كلمتين، عبارة عن جهالة وإضاعة وقت. أما الدوري العام الحقيقي اللي هو من مجموعة واحدة وبتقل عليها مجموعة واحدة، ويا حبذا إذا كانت في مصر هنا مش من 12 نادي، بقول من 8 أندية بس، علشان يبقى مولع الدوري العام والأمن بقى يشتغل. أدي الكلام، هتلاقي بقى حضرتك على طول الأندية الكبيرة بتلعب مع بعض، يبقى دوري عام بحقيقي. وجمال عبد الحميد وعلى طول بدماغه طارق يحيى، يا راجل يا سلام، فرصة كبيرة 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 يا يحيى، يا سلام يا طارق يا يحيى، وفي فاول، هي الحقيقة مش فاول، هو حجزه بيعوقه عن الحركة، يبقى اوبستراكشن اعتراض. على طول على الجنب الشمال طويلة من شوقي غريب للمحمدي صالح اللي متقدم، المحمدي صالح لأحمد حسن، أحمد حسن للمشائي، ياخدها عفت نصار، عفت نصار لزكريا، زكريا ناصف، زكريا ناصف، وعلى طول تطول منه تروح لأحمد رمزي، وعكسية حلوة طويلة إنجليزي على الجنب هناك لجمال عبد الحميد، ولعبها أوفر حلوة وبالدماغ وطارق يحيى، ولكن تفوت جنب القائم الشمال بحوالي ياردة ونص، ضربة مرمى للمحلة، واللي هيلعبها زكي عبد الفتاح، اداها للمحمدي صالح، الزمالك صحصح شوية وبيدي كرة جميلة، والكرة الجميلة بتصح الجمهور، واحنا بنعرف نقول حاجة جميلة وحاجة حلوة في فنون الكرة، وطويلة أمامية ضربت في جسم أحمد حسن وراحت لرضا عبد العال، جلال، جمال عبد الحميد، وطويلة عكسية على طول ياخدها صابر عيد، صابر عيد لحسام محيسن، حسام محيسن يديها لأحمد رجب، أحمد رجب أو الكرة يلمسها لنازل جديد، يكن أحمد رمزي، برافو يا أحمد، وماشي على طول طارق يحيى تطول منه، يخطفها أحمد رجب ويرجعها للجول زكي عبد الفتاح، على الجنب لناصر التليس، وأرضية خالد جلال، رضا عبد العال، رضا عبد العال وبيموه كويس قوي، وفاول على المحلة، على ساعتي أنا فات 40 دقيقة غير الوقت بدل الضايع، وفاضل 5 دقايق، ولا زالت النتيجة لصالح نادي الزمالك 1 ولا شيء للمحلة، والجول جابه أيمن يونس في الدقيقة 22 من بداية الشوط الأول.
ابراهيم يوسف، وعلى طول شوطة حلوة جامدة. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، من عفت نصار، برافو يا عفت. يا ولد يا ولد يا ولد، يحولها زكي عبد الفتاح لضربة ركنية. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا عفت. واتلعبت الكورة علياء ابراهيم يوسف، يمسكها من قدام دماغه زكي عبد الفتاح، وفي فاول، في صفارة من الحكم الدولي محمد حافظ نتيجة التحام زكي عبد الفتاح مع ابراهيم يوسف اللي مشترك في الكورة العالية. بقول للسادة المشاهدين والمستمعين ان ان شاء الله هذيع البرامج الرياضية بالقناة الاولى حلقة خاصة اليوم بعد نشرة السادسة الساعة 6 عن استعدادات الفرق المشتركة الثمانية في بطولة الامم الاوروبية، واللي هتبدأ مبارياتها واذاعتها بكرة ان شاء الله بعد الظهر. وكل سنة واحنا طيبين بقى هنتفرج على كرة اوروبية. لما واحد بيسألني بيقول لي طب ايه النصايح اللي تقولها يا كابتن زيور علشان الاولاد وحبايبك الحلوين يروحوا الانديه للاختبارات؟ اقول بعد الكوره ما تقف تاني. الكوره مع صابر عيد وطويله، احمد حسن بصدره، ياخدها رضا عبد العال، ابراهيم يوسف، المشائي، المشائي ماشي بالرأس، احمد رمزي، برافو يا احمد ماشي، يلا ورينا حاجه يلا يا راجل. وعلى الجنب طاهر، طارق يحيى، طارق يحيى ماشي ماشي، واترفعت الرايه اوت، تبقى رامي تماس للمحله، هيهدف الاوت عصام محسن الباك اليمين. في شايف انا ابراهيم يوسف ماله؟ الحقيقه اللعيبه معذوره خالص يا ساده علشان الحر قوي 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 قوي. ما تتصوروش حضراتكم لان استاد القاهره او الملعب بتاع استاد القاهره تحت الارض ما بين 15 و20 يارده، عشان كده الهواء شويه كاتم داخل الملعب. انما بقى الناس اللي قاعده في المدرجات فوق بقى بالرغم من ان في شمس انما في نسمه هواء خفيف، لان الرايات اللي انا شايفها والاعلام اللي متعلقه في الاستاد الهواء بيهففها، يعني بيخلي القماش بيتحرك. نصايحي ايه لحبايبي الحلوين؟ اقول للاشبال والناشئين استعد استعداد جاد علشان لما تختبر تبقى عندك الثقه بنفسك لما تختبر وتروح هناك. اقول لك ما تتكسفش ولا تخافش من حد، روح النادي وخليك جريء وقابل الناس المسؤولين. نتكلم تاني لما الكرة تقف. عصام محسن هيحدف الاوت، اداها لصابر عيد، المحمدي صالح، ناصر التليس، المحمدي صالح، خالد عيد، طويلة امامية، المشائي يخطفها من قدامه على طول، هشام يكن، هشام يكن لخالد جلال اللي رجعها للجول، حسين السيد. حسين السيد ماشي بعرض الملعب، والمشي بعرض الملعب له اغراض، يهدي اللعب، يدي فرصه للعيبه تاخد نفسها، الفرود اللي ممسوب زي جمال عبد الحميد وغيره يهرب من الرقابه، يعني في حاجات كتير حلوه لما اللعيب يهدي اللعب شويه. وعلى طول صابر عيد بدماغه، طارق يحيى، وتتخطف من قدام زكريا ناصف وتروح لرضا عبد العال، رضا عبد العال بيرقص وبيموه، وعلى الجنب لجلال، واوفر حلوه يمسكها زكي عبد الفتاح، برافو يا زكي، يديها لشوقي غريب، شوقي غريب، شوقي غريب، في فاول على ابراهيم يوسف بيمسك، وتعبت على طول من شوقي غريب للزفتاوي، والزفتاوي بيشوط كوره من بعيد وعاليه وحشه فوق العارضه. على ساعتي انا الوقت الاصلي خلص دلوقتي،
وبقاله 6 ثواني وبنلعب في الوقت بدل الضائع اللي بيحسبه الحكم الدولي محمد حسن. حسين السيد الجول، حسين السيد الجول، يا كان حسين السيد، حسين السيد على طول. جمال عبد الحميد، جمال عبد الحميد، جمال عبد الحميد، اسرع الجري شويه، رجع تاني بيرقص بيموي بجسمه على طول. عفت نصار يخطفها من قدامه احمد رجب ويطلع كوره قوي، رمي التماس للزمالك هيلعبها. المنظر ده بتاع احمد رمزي مش مظبوط يا رمزي، ده انت راجل لاعب ماشي النهارده كويس، بتضرب زميلك ليه؟ اوت، ما يصحش يا رمزي، لازم اللعيب الكبير تبقى تصرفاته كبيره، له معنى الكلام اللي انا بقوله ده، اللعيب الدولي تصرفاته كبيره لها وزن لانه قدوه ومثل. رمي التماس هيلعبها احمد رمزي طويلة، عصام حسن بعرض الملعب، مشائي، المشائي، ابراهيم يوسف، ابراهيم يوسف على الجنب، جمال عبد الحميد، جمال عبد الحميد، وبينية طارق يحيى اللي واقف اوف سايد. فات على ساعتي انا وقت بدل ضايع 2 دقيقة وصفر الحكم الدولي محمد حافظ بانتهاء الشوط الثاني والمباراة، والنتيجة لصالح الزمالك 1 واللي جاب الجول ايمن يونس في الدقيقة 22.